رد عليا يا محمود، انت بتعمل ايه بالظبط؟ اللي انت بتعمله ده غلط وهيوديك في داهيه ويمكن يودينا كلنا. الحاجة ما يستاهلش منك كده. رد عليا يا لالا يسيع. وبعدين بقى يا بنت الناس، انا سايبك بقالك ساعه بتعيطي، قلت عشان تهدى، لكن واضح ان مفيش فايده. انت مخلصي علبتين مناديل يا انسه. انا نفسي افهم بس كل ده ليه؟ عشان الشخص اللي انا شفته؟ يا شيخه ده كبيره نفتين وخلاص. بعدين يا انسه سلوى، انت مش خايفه حد يشوفنا في الشارع وانت بتعيطي؟ روحي عيطي في البيت، البيت حلو. انا اسفه، اصلي مش عايزه اروح البيت الا لما اهدى شويه. بابا لو شافني كده هيشك فيا، وانا مش ضامنه نفسي لو بصيت في عينيه هنهار واحكي له كل حاجه. وماله، مش عيب، ده مهما كان ابوك. بس اهم حاجه في الموضوع ان سيرتي ما تجيش. ازاي ده؟ نفسي احكي للدنيا كلها على جدعنتك ورجولتك. ده ولا كاني اختك يا ستي. الله يبارك لك، انا اصلي بخاف من الحسد، مش عايز جدعنتي تتنزل. اقول لك على حاجه، انت عندك حق، اقعدي عيطي وفضي كل العياط هنا في الجنينه، روحي براحتك. انا ضامنك بس مش ضامن الحاج. في ايه بس تاني يا بنت الناس؟ في ايه؟ بقول لك ايه، انت لو قلقان عشان الواد فاروق ده يخلب الاتفاق اللي عمله معايا، انسي، اقسم بالله انفذ تهديدي معاه. وقفي بقى مطور العياط اللي هيتحرق ده. انا فعلا كان نفسي اتجوزه، كان حلم حياتي اني اتجوزه، عشان كده سبت نفسي معاه على الاخر. صدقته، حبيته من كل قلبي. بس اخر حاجه كنت اتوقعها ان يوم ما اتجوزه تبقى بالطريقه دي. اقوم اهبد لك دماغي في النخله، ارمي لك نفسي تحت عربيه عشان ترتاحي. يا شيخه، ده انا فاكرك كل ده بتعيطي عشان هتقعدي في وش امه لحد ما يجور في داهيه. عمرك ما هتفهم الاحساس اللي انا بحسه. تلاقيك ما جربتش الحب. ليه؟ قاعده مع جدي. ايوه كده يا شيخه اضحكي. مين قالك ان انا ما حبيتش يا انسه سلوى؟ اكيد حبيت. بس ايه علاقة الحب ان الواحد يوقف مخه ويبطل يفكر لما يلاقي نفسه هيروح في داهية؟ الحب ده اجمل حاجة في الدنيا، بس في نفس الوقت ممكن يضيع الانسان. لو الواحد ساب نفسه للحب والجمال مشاعره من غير ما يفكر في المسؤولية اللي هيبقى فيها، مش بس ممكن يتورط، ممكن يأذي اللي بيحبه كمان. واللي بيحب بجد مش ممكن يأذي اللي بيحبه. لحد هنا وعيطي بقى براحتك، خدي وعيطي لي معاكي. الله يبارك لك، الله يخرب بيتك يا حسين. انت ايه اللي يخليك تقفي وتتكلمي معاها اصلا؟ يعني ايه ليه؟ مش عايزك تاخدي بالك؟ حتى لو في سوبر ماركت ما تقفيش مع حد ما تعرفهوش. انت مش عارفه طبيعه شغل جوزك وعارفه بيشتغل ايه؟ يا بنت الحلال محدش مراقبك ولا حاجة، والله ما حد مراقبك. بس افرض حد يعني. خلاص خلاص مفيش حاجة. أنا بس مضغوط من الشغل شوية. المهم أوعى تفتح الظرف اللي هي الست اديتهولك. أنت بتهزري؟ افرض حد عايز يأذيكي. ولاش عرفني. انت مش عارفه انا بشتغل مع مين؟ يعني هي لازم تكون منقبه عشان تاذيكي يعني؟ ممكن يعملوا اي حاجه. يا ست ياجروا اي حد ما تكونش عارفاه وما تشكيش فيه. طب انت فاكره شكل الست دي اصلا؟ يا نهار اسود، يعني ايه لابسه نضاره شمس؟ انت مش لسه بتقولي ما قبلها من ساعه؟ ده ما يخليكيش تشكي. اه طبعا لازم تشكي وتقول لها مش هاخد منك حاجه. طب لما شفتها بتجري كده مش تبلغي الامن وتتصرفي؟ خلاص خلاص اهو ده اللي حصل. ما تفتحيش الظرف وخلاص. شوف الكلام بقى. يعني ايه؟
انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ يا خرابي على دماغ النسوان. خلاص يا ست ما تزعليش، الستات بلاش النسوان خلاص. استنيني لما اروح ونفتحه قدام عينيك. اه يا ست عشان لو في حاجه نتضر سوا. يا ستي ولا اخونك ولا نيل، انا بخون ايه بس؟ ولا لاقي وقت عشان اخون؟ معلش يا حبيبتي معلش، والله ما مشكله وقت. انا بحبك انت ولا بفكر في غيرك، خلاص بقى. انا في الشغل، بقول لك انا في الشغل. خلينا في الظرف اللي معاك ده دلوقتي، ارجوك ما تفتحهوش يا ستي. مش عشان خاطري، عشان خاطر الولاد حتى. افرض لا قدر الله يكون في الظرف حاجه، بلاش الكلام ده يحصل وانا مش في البيت. مش هتاخر، مش هتاخر والله، قبل ال 12 هكون عندك. يلا بقى، يلا يا حبيبتي، يلا عشان عندي ميتنج. باي باي يا حبيبتي. يا ولاد الكلب، هيعملوا عليا عصابه؟ ماشي والله ما انا سايبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على من اتبع الهدى. بقول نتوكل على الله بقى؟ مش فاهمك. أصل أنا صليت ركعتين استخارة لله عز وجل والحمد لله، تبت وندمت على ما فعلت، ولن أعود اللي يغضب ربنا ويأذي الناس. برضه مش فاهمك. بقول يعني نطلع الجماعة بتوعكم أخدهم وياها المخزن اللي مخبي فيه البضاعة اللي الشيطان وزني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي باعها للناس. نطلع كده يا جماعة بإذن الله على الكنال عشان نرماها في البحر علبة علبة، ولو عايزين شريط شريط، ولو حابين حباية حباية. ده بس عشان أثبت لكم إن أنا نويت والنية خالصة أني لن أعود للي يغضب ربنا مرة تانية، والدين النصيحة والنصيحة وجبة. إحنا نضمن منين إن الحبوب اللي أنت هترميها دي هي كل الكمية اللي عندك؟ يا مولانا، من ستر مؤمنا والستر مطلوب. يعني إيه يا أخويا؟ إحنا محدش جابرنا على حاجة يا أخويا. كامل في ايه؟ جرالك يا جدع؟ شيخنا سأل سؤال من حقه يسأل. الله، سوء الظن من حسن الفطن. مش هما بيقولوا كده برضه يا سيدنا؟ بس على فكرة نسيت أقول لك إن أنا عندي خلفية وثقافة دينية، بس منه لله الشيطان طلع عفريت بقى. بس اسمحوا لي، الوجوه الوسيمة دي دخلت في النوايا، والنوايا دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا يا عباد الله ملناش إلا الظاهر. الظاهر يا جماعه دول مش مقتنعين بالكلام ده. بص، احنا ما بنخافش من حد، بس احنا اقتنعنا اننا نحكم ضمائرنا، انما لو مش عاجبكم خلاص. طب خلاص خلاص، يلا بينا اخدكم على الاخوه. لقد الله امرا كان مفعولا. اذا توكلنا على الله. اتفضلوا.